ألف مبروك يا باريس أختك، طلعت على خير أهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخايص ومستهلها بيه هو اللي طلعك. طب سبب وانا عطوا كل ده وانا بتتلهم ده هو ده مقاش هو ايه راكبين على بعض. الله الله الله، ما تعتبرها فترة نقاها باريزة. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي قلت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذة؟ بقول لك ايه يا خلص، خف علي يا حبة، خف علي يا حبة يا حبيبي، عشان انا لسه بعقبل وجتتي مرمى من نمت البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحم ابيض متوسط صافو. اه وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا يا عبلي، بقول لك مرمى. شوف الموضوع ايه، دنيا دواره، خدت في رجليها الكبتون، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دهتيره. يا حبه عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشه، واللي كاله بط طفحته له والزواز، مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. عمل؟ ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حته اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغه المره مره، واللي يجي على وليا ايامه مش معديه. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحه يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهيه. انا لقيت نفسي ساكته مش لاقي كلام اقوله، الراجل كان سايح في دمه، وبينه وبين الموت يا دوب مفيش، وتنزل عن حقه كده بسهوله، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني غياب والد عمك، مختفي ومحدش عارف له طريق. اكيد هربان او مستني جربها مره تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا غمار. مستحيل ليه يا بابا؟ اللي يعملها مره يعملها كتير. قلت فين يا رب، قلت فين يا رب. ما تخافش يا بابا، ما تخافش عليا، وبعدين العمر واحد، مش انت قلت لي كده؟ بترجع تعيش وسطينا وسيبك من العيشه في مصر، عايز اطمن عليك يا بنتي. كده برضه يا شيخ عرفان، انت اللي بتقول كده؟ مش انت اللي شجعتني على الجامعه وعلى الشغلانه وعلى البازار، دلوقتي عايز نرجع ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجاله. تتنيل يا شيخه، ده كنت هتموتي من الخض. يا سلام، يعني عايزين اشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ سير واجع في يدي. بابا انا كنت عايزه استاذنك يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر. انت بعد اذنك طبعا. روح يا بنتي اعملي الواجب، دكتور عمر يستاهل، بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا، حاضر. يا لهوي يا عمر، لو تشوف اللي جرالي، حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكيفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى ويعني هي ماشيه تتكعبل على وشها في البيت، وكانت تنزل بنفس البيت ومن غير حجاب. والله عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها تترعش، وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده اختكم معايا يا حبيبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت اتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من الاسعاف. ربنا يخليكوا ليا يا رب. ولا يحل منك، ما تسيبي الدبوس. ما عايزاه يا بنت، سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه ايه؟ حرام عليكي. خد هي تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما ردتش هاجي لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى اشجيني. اخبار يا عمو؟ ها اخبار الاخبار اللي تهمه عن الانسه لامار عرفان. موزه زي القمر، وكانت خايفه عليك قوي. والنبي من النبي دمار دمار، دي شؤم، هي الشؤم، هي سبب المصايب اللي حصلنا دي كلها. اسمها دمار. لامار يا حبيبتي، اسمها لامار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش بنقولها كده بالراحه على البيت. بيني وبينك هي البت بتلمع وحلوه حبتين، بس انا بصراحه اتشقمت منها من ساعه اللي حصل لك ده. اتشقمت ايه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم يعني، عادي عادي. انت اللي مقفوره. اخويا كان هيروح مني وتقولي مقفوره؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابين، اسمعيني اسمعيني، بالطيبة وغلبانة وبيضة، شفت بيضة؟ دي بيضة بيضة، وبعدين دي أبريق الماس. يا عم حافظ، بريق الماس مش أبريق، بريق الماس. هو أنت كنت تعرفها قبل كده يا عمر؟ دي موزة يا بنت، خليكي في حالك، هي في حياتي الموزة دي، هي دي موزة. طيب. دي موزة دي
تحسني بس. عندي المنزل ايه يا راجل؟ امال كنت عندها بتعمل ايه يا بنت؟ بتنام انت مالك؟ انت مالك؟ خد ياكل ايه؟ استنى الاول لما تشوف الاخبار اللي انا جبتها لك. عايزه ايه تاني؟ اللي يرفض النعمه تزور من خلقيته. اعمل لك ايه يا روح امك وانت من ساعه ما خرجت عماله تاكلي فته محلوله؟ سبتك يومين سقت فيها وقلت لك قبل كده انت مش شغاله في البيت الابيض. لا مش شغاله في البيت الابيض ولا عند ابامه، انما ما فيهاش حاجه يعني لما كان لي يومين منها اريح العظمتين من نومه البرج ومنها الحكومه تخفى عني. مش ده اصول القريه بص. طيب وبالنسبه بقى الفلوس اللي دفعناها للمحامي عشان يخرج من المصيبه اللي انت عملتيها، والفلوس الثانيه اللي دفعناها في الحجز عشان ما حدش يلمسك، الاخ الاخ الاخ، كل ده هنسدده منين؟ كل ده من شقايا وتعبي وانت مالكش فيه مليم احمر. اوعك الله 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 الله. والله كبرت يا باريزه وبتتكلمي تقولي فلوسي وفلوسك. هما يوم الحبس يا روح امك نسوكوا من خلوصي ولا ايه؟ ما انت اللي دايس بالقوي يا عبد القوي. عبد القوي مين يا بنت؟ بس تعالي اقول لك، تعالي اقول لك بس يا بنت. انا اخوك حبيبك يا بنت، حبيبك. انا غرضي بس انغنغك بدل كمكمه القعده اللي انت قاعده فيها دي على طول. بلين بلين قالين يا خوخ انما مشيتك كاسر يوه. وين بس اللي جاب سيره الشده؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس، الموضوع ما فيه عمليه الدكتور ريحتها فاحت وقربت تطلع. وانا مالي يا اخوي، انا من ايدك دي لايدك دي اشهر انت بس. لاف يو بيبي. بجد يعني هنتجوز؟ ها عليك في المستشفى كلها؟ خليت الدكتور هاني يقف مكاني في الرعاية. انت تعبان ولا ايه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس لأي حاجة. مش شايف انك مكبر المواضيع حبتين؟ وانت مش شايف ان الموضوع يستاهل؟ اكيد يستاهل، بس ده يتوقف انت زعلان قوي كده على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني زعلان على الفلوس ولا زعلان على تأجيل موضوعنا؟ طب الاتنين مرتبطين ببعض، لو الفلوس ما كانتش ضاعت كان زماننا احنا مع بعض دلوقتي. يبقى الموضوع ما يستاهلش كل ده، علشان لو زعلان على الفلوس اهي ضاعت، انما لو زعلان عليا انا موجوده ولسه معاك. من فضلك يا صفو، مش عايزه احس انك بتواسيني، دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. انا لا بواسيك ولا عايزه اضايقك، انا بقول لك الحقيقه. يمكن لما قلت لي على اللي حصل انا ما عرفتش ارد عليك عشان كنت خايفه اقول اي حاجه تجرحك، بس لما فكرت فهمت. فهمت ايه بقى؟ ان شاء الله. الفلوس انت اللي جبتها قبل كده وانت اللي تقدر تعوضها تاني. امتى بس؟ ده انا قعدت سنين الم فيهم. واحنا مع بعض مش هتحس بالسنين دي. قصدك ايه؟ انا مش محتاجه حاجه، الفيلا اللي ورثتها عن بابا وماما فيها كل حاجه والعفش فيها جديد، ومش عايزه شبكه كمان. معقوله دي نظرتك ليا؟ معقوله انت شايفاني رخيص قوي كده؟ يا خساره، وانا اللي كنت فاكرك انك اكتر واحده فهماني، بس للاسف طلعت انا اللي فاهم غلط. عن اذنك غازي. غازي من فضلك لو سمحت الاقي فين دكتور؟ في الاستقبال. ممكن حضرتك تسالي في الاستقبال؟ انت عرفت انا عايزه ايه الاول؟ لسه مستفزه دي. لو سمحت يا دكتور من فضلك معلش. افندم الاقي دكتور عمر فين؟ مش انت اللي كنت هنا قريب؟ يا ستي رد عليا، مش مهم انا كنت هنا ولا لا، هو فين؟ دكتور عمر في المستشفى. ما احنا في مستشفى واحنا في اسم بوليس. انا ما بهزرش على فكره،
دكتور عمر عمل حادثة وبقاله فترة في المستشفى. حادثة؟ حادثة ايه؟